السلام عليكم ورحمه الله اعزائي المشاهدين ديال قناه اف ال، مرحبا بكم في عرض جديد ديال واحد العقار اللي هو عباره عن واحد الشقه. غادي نوصفوها من بعد ان شاء الله بحول الله. مي قبل من هذا الشيء كامل كنبغي نشكر جميع المشاهدين بدون استثناء اللي كيدعموا هذه القناه هذه، شكرا جزيلا لكم كما ديما كما جرت العاده. كنشكر بخاصه الناس اللي كتضغط على زر لايك وكتجازينا على العمل اللي كنقوموا به، العمل الجبار اللي كنخدموا فيه في الخفاء وفي الكواليس باش اننا كنحط لكم احسن المنتوجات. شكرا شكرا لكم على الدعم ديالكم من القلب الخالص. اذا غادي نبداو نوصفوا هذه الشقه. دي شقه من فئه ديال السكن نقدروا نقولوا المتوسط، الا ما نقدرش نقولوا السكن الممتاز. جميله جدا، راه شقه اللي كتكلم على نفسها وكتحدث على نفسها، وما زادها جمالا هي الطريقه باش هيئوها مليها، باش فرشوها، باش قادوها، باش صاوبوها، داك الشيء منقي كما كنقولوا عبار ولا سور ميزور على كل بلاصه. صالونها كيفاش داير، هاللون ديالو، السبوطات كيفاش، ما شاء الله دار رائعه جدا. ما زادها جمالا هو الاتات، الله يسخر لهم عليها والله يسخر اللي غادي ياخذها ان شاء الله بحول الله. كتكون هاد الشقه هادي من صالون وسيجور. صالون كما كتشاهدوا فيه حاليا هي التفريشه باينه قدامكم، لا داعي باش الانسان عادي ياخذ العبار ويشوف، التفريشه هي ديجا باينه قدامكم. السيجور على المدخل ديال الشقه، والشقه كتبقى بوحديتها، الباقي ديال الشقه تبقى منفصل على الريسبسيون ولا على البلاصه اللي كي المدخل ديال الشقه اللي هو الصالون والسيجور. هاد الشقه هذه اعزائي المشاهدين كتواجد بالطريق البساتين مكناس، اللي كتواجد بعماره اللي فيها 6 ديال الطوابق، فيها 7 ديال الطوابق عفوا. هذه كتواجد بالطابق رقم 6، طابق رقم 6. المساحه ديالها اللي هي مساحه كبيره، هانتوما كتشوفوا معايا السيجور كي داير، جايه ال هي هذيك محطوطه، وتا الطريقه كيفاش حطوا ليها التلفازه مع السيجور مع داك لي كانابي، ما شاء الله هناك ذوق باين بان هناك ذوق، ذوق رائع. اللي كيفسر هاد الهضره هادي اللي كنقول ديال الذوق، انتم كما كتشوفوا كل حاجه كتجي كتزيد جمال الشقه. مثلا حطيتي طابيه كتزيد جمال الشقه، حطيتي واحد الحاجه كتزيد جماليه للشقه. اذا بالنسبه للمساحه ديال هاد الشقه هذه، المساحه اللي عندها في التيتر ديالها هو 100 و فيها 96 زائد 15، فيها تقريبا فيها 97 زائد 15، فيها 114 او 113 متر مربع اللي عندها في التيتر. من المساحه الاجماليه ديالها راه كتفوق هذا العدد هذا، فيها جوج ديال البالكوات، هذه هو المطبخ ديالها. بالنسبه للشمس مشمشه، شقه اللي كتبعد على الوسط ديال المدينه مكناس، اي حمريه، تقريبا بخمسة ديال الدقائق بالسياره ولا 3 ديال الدقائق، لان هبطه وحده طلقة وحده، خمسة ديال الدقائق كاع الوسط حمريه، حنا كنهضروا على الوسط ديال حمريه. ما الا هضرنا غير على كارفور ولا شي حاجه راه ممكن 3 ديال الدقائق بلا ستوبات بلا حتى شي حاجه. عندنا مطبخ اللي جامع الباكاج كما كنقولوا كامل، فيه جميع كيجمع الاجهزه المنزليه، كلا بلاك لاوت والفوغ هما محطوطين، الثلاجه كاينه، الثلاجه في المدخل وثلاجه بوحديتها سيباري، عمل الادوات المنزليه كلها مجموعه. كذلك عندها واحد البيوندري ولا واحد تي بالكون اللي مديوره فيه البلاصه فين مديوره فيه لا ماشين الافي. شقة اللي مرتبة، مرتبة مزيان، منظمة مزيان، فيها ثلاثة ديال الغرف، فيها جوج ديال الغرف ديال الوليدات ديال الأطفال، وغرفة ديال الوالدين. تشاهدوا معايا الغرفة اللي فيها غرفة رقم واحد هي هذه غرفة الوليدات. بالنسبة للإقامة اللي فيها هاد الشقة، هذه الشقة الفاخرة، إقامة اللي فيها سانديك، فيها لاسانسور، فيها الباركينغ سوسول، في الحوايج اللي كيحتاج الانسان باش كتكمل الرفاهيه ديال الانسان، اذا باش تحط السياره ديالو في مأمان، يطلع لها في لاسانسور بلا ما يتعذب، ما الى ذلك من 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 اجهزه ديال المراقبه ما الى ذلك.
فيها هنا حمام ودوش وطواليت، كاين الفاسك هو هذا على شكل مبل، والدوش ديالها الدوش ديالها مكونداني هو هذا محطوط فيه داك المبل، جا فيه ديكور زوين وطواليت. علاش؟ لان كاين ديجا دوش واحد اخر في هاد الغرفه هذه، دوش واحد اخر كاين في الغرفه ديال النعاس ديال الوالدين. دانا اعزائي المشاهدين، ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب، وكذلك علاش لا البارطاج ديال هذا الفيديو مع الناس والاصدقاء ديالكم اللي باغيين يشريو شي عقار. وكذلك نتوما الا كنتو بغيتو تبيعوا شي عقار ديالكم، شقه او فيرما او فيلا ما الى ذلك، نحن راه الاشاره ديالكم، الوكاله العقاريه راه الاشاره. والناس اللي بغات تشري شي عقار، كنبغي نذكركم باننا نحن وكاله عقاريه للتعديلات، راه جد منخفضه، راه ممكن انكم تجيو، مرحبا بكم. عندنا جميع العروض، كاين فئه صغيره، فئه المتوسطه، والفئه الراقيه او السكن الممتاز. هنا الغرفه ديال الوالدين، غرفه اللي ممتازه، محدقه، مقاده ما شاء الله. الاشاره بالنسبه للثمن ديال هذه الشقه هذه هو 570 الف درهم، 57 مليون بالنسبه لها، شقه فارغه خاويه ما فيهاش الاثاث ديالها. بالنسبه للشقه اللي بغاها بالاثاث ديالها بكل شيء ديالها، راه ممكن يشريها، ممكن حتى هي راه كتباع ب 67 مليون 670 الف درهم، ممكن يديها بالاثاث ديالها كامل، بالصالون ديالها، بالسجو ديالها، التلبس ديالها، ما الى ذلك من الاثاث اللي محطوط في هذه الشقه هذه. كنتمنى نكون عطيت المعلومات الكافيه ديال هذه الشقه، ما نسيت حتى شي حاجه، اي حاجه نسيتها ممكن تذكرونا بها في التعليق داو اللي كاين، واللي بغى معلومات ولا استفسار ممكن التواصل معنا عبر الواتساب، نحن راه الاشاره ديالكم. اذا اعزائي المشاهدين، وصلت للخير ديال هذا الفيديو هذا، كنقول لكم شكرا، شكرا جزيلا، والف شكر لكم على المشاهده ديالكم وعلى المتابعه ديالكم وعلى التواصل معنا، والى اللقاء ان شاء الله في عرض جديد ان شاء الله. شكرا.